أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. ليلة البارحة تم تكليف السيد عدنان الزرفي رئيس وزراء للحكومة اللي هي انتقالية أو غير انتقالية إلى الآن غير معلوم. كان التكليف طبعا يشوب عدة خفايا بحيث أنه كان من المؤمل أن يعلن البارحة قبل الساعة 12 بالليل. كان اتصال من السيد العامري جعل السيد برهم صالح يتريث في الإعلان، وأيضا تبع اتصال من السيد المالكي كذلك، ويقال أيضا اتصال من النائب أو المفاوض عن صادقون السيد عدنان فيحان أيضا جعل السيد برهم صالح يتريث في الإعلان، ولكن كما سرب أنه قيل على أن يتفق عليه البيت الشيعي. اليوم صباحا تم رسميا تكليف السيد عدنان الزرفي رئيس وزراء للحكومة الانتقالية أمام 30 يوم، خلال هذه 30 يوم يجب أن يهيئ كابينته الوزارية ويأتي بها إلى البرلمان العراقي. محمد توفيق علاوي قال سيواجه عدة مشاكل وعدة صعاب السيد عدنان الزرفي، لكن هل السيد عدنان الزرفي الأمريكي الجنسية يستطيع تنفيذ جدول انسحاب القوات الأجنبية من العراق؟ هذا أمر مهم. الأمر الآخر، ما هو رأي ساحات التظاهرات بالسيد عدنان الزرفي؟ خصوصا البعض روج أنه كان داعم واضح للتظاهرات. النقطة اللي هي الأهم، هل هناك اتفاق بين الكتل السياسية على السيد عدنان الزرفي؟ هذا ما راح نعرفه في هذه الحلقة مع ضيوفي الأستاذ باسم الشيخ رئيس تحرير جريدة الدستور. أستاذ باسم مرحبا بك وحياك الله. أهلا وسهلا، يا أهلا مرحبا. وأيضا ضيفي من بغداد الشيخ محمد البصري الخبير في شؤون الحشد الشعبي. وصلت شيخ محمد شباب؟ نعم. ما خابرينه قايلين بالطريق شيء؟ نعم. خلي أرحب بك أستاذ باسم، شنو تعليقك على تكليف السيد عدنان الزرفي، خصوصا اكو ترحيب واضح من النصر، اكو ترحيب من الاتحاد الكردستاني الى الان، يعني تحالف القوى كان ايضا مؤيد بعض الشيء، الى الان الديمقراطي الكردستاني ما له تصريح، اكو رفض واضح من تحالف الفتح. بدايه اختيار عدنان الزرفي خصوصا كانت الحظوظ للكاظمي والسيد نعيم السيه الاقوى، والامر الاخر يمرر او لا يمرر. تفضل. تحية لحضرتك أستاذ مقداد ولجمهوركم الكريم. تكليف السيد الزرفي خطوة لابد منها، خاصة وأن السيد رئيس الجمهورية خاطب المحكمة الاتحادية وأفتت له المحكمة الاتحادية بأن هذه الصلاحية هي صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية وفق الفقرة ثالثا من المادة 76 من الدستور. أما عن اتفاق الكتل من عدمه، بالتأكيد قد يكون السيد الزرفي هو يعني المرشح الذي يواجه أقل اعتراضا، يعني مثل السيد الكاظمي كانت عليه اعتراضات واضحة وشديدة، السيد نعيم السهيل كان مرفوض من أكثر من جهة ومن ساحات التظاهر، المرشحين الآخرين هم جزء من المنظومة السياسية. يعني كان أن يمرر السهيل، يعني في لحظة ما يعني كنا نتوقع أن السهيل كلف خلاص، يعني هذا كان شيء حال دون تكليف السهيل، يقال رفض السيد المالكي بحث آخر معنا. بالتأكيد يعني هنالك مراكز نفوذ في المكون الشيعي لا يمكن أن يتجاوزها السيد رئيس الجمهورية، لأنه يدرك إذا ما تجاوز هذه مراكز النفوذ ممكن أن يبوء التكليف ثانية بالفشل. فأنت تتخيل أستاذ مقداد أنه ممكن أن يذهب الآن السيد الزرفي لتشكيل الحكومة ويحدث معه مثل ما حدث مع السيد علاوي، هذا يعني أن الفشل لن يقع على كاهل الزرفي لوحده وإنما على القوى السياسية. لكن أما من يريد مراكز النفوذ أيضا معترضة، سيد العامري بارحة اتصل بالليل، لذلك قلت هنالك الاعتراضات الأقل. طيب. يعني مثل السيد نعيم السهيل يجوز فد 4-5 مراكز اعترضوا عليه، السيد الكاظم يجوز أيضا فد 3-4 مراكز من المجموع بالطبع 7 مراكز مؤثرة في المكون الشيعي أو في القوى السياسية الشيعية. ربما الزرفي
قد يكون السيد العامري وأقصد هنا الفتح، أما الآخرين لم يعترضوا عليه، هذا يعني أن هنالك فرصة للسيد الزرفي أن يمضي بتشكيلة الوزارية إذا ما استطاع تجاوز الإخفاقات أو الهنات التي واجهت السيد علاوي والتي اعترضت مسيرته أثناء تشكيل الحكومة. يعني أمام السيد الزرفي فرصة لأنه استكشف الطريق للوصول إلى مرضات القوى السياسية سواء كانت في المكون السني أو في المكون الكردي، ناهيك عن المكون الشيعي. ليس أمام السيد الزرفي الآن إلا أن يذهب لتشكيل حكومة ترضى عنها الكتل السياسية. طيب إن لم ترضى عنها هذه الكتل يعني أنه سيواجه فيتو في البرلمان ولن تتمرر التشكيلة. طيب سيد حسن سالم النائب عن صادقون اليوم في تصريح له قال أن سائرون والحكمة والنصر مبرهم الآن لحقهم الاتحاد الوطني الكردستاني، هم من رشحوا عدنان الزرفي وهذه خيانة لدماء الشهداء. والبارحة تصريح حج جواد الطليباوي قال بي أنه سنقلب عاليها سافلها، التصريح خطير يعني لن يمرر. يعني هسه حتى لو يسايرون قد الحكمة قد النصر قد خيصيرون يسيرون 90، يعني هو بالتأكيد يجب أن يرشح من خلال الكتل السياسية. يعني لا تعتقد ولا أعتقد أنا بأن هنالك مرشح لن ترضى عليه بعض الكتل السياسية ممكن أن يقدم اسمه للسيد رئيس الجمهورية. أما خيانة دم الشهداء فأعتقد أن السيد الزرفي هو جزء من المنظومة السياسية وموجود الآن، إذا كانت عليه هذه الملاحظات الكبيرة فيفترض بالذهاب مثلا إلى المحاكم إلى القضاء إلى الآليات الدستورية المتاحة لإقالته لمساءلته. يعني أنا لا أعرف ماذا يعني، هل لأنه هو مثلا يحمل الجنسية الأمريكية؟ يعني ثلث البرلمان العراقي والقوى السياسية تحمل الجنسية الأمريكية وجنسيات أخرى. هل لأنه لم يعطي تعهد بإخراج القوات الأمريكية؟ ربما يكون هذا سبب من الأسباب. لكن اعتراض يعني الذهاب باتجاه التهديد أعتقد أنه غير جائز، لأننا يجب أن نسلك الآليات السلمية الدستورية التي يمكن من خلالها إفشال تمرير التشكيلة أو إنجاح السيد الزرفي. بالتأكيد هنالك اعتراض واضح من قبل الصادقون تحديدا ومن قبل صقور الفتح على ترشيح السيد الزرفي، لأن كان هنالك تقاذف بتصريحات سابقة قبل أكثر من شهرين ثلاثة إذا تذكر، وكيف اتهم الزرفي بالولاء وبأنه أيضا يمثل الأجندة الآن، ولأنه أيضا دعم التظاهرات، لذلك كانوا يسمونه أيضا بالجوكر القسم من نعم كان اتهم على أنه أحد الجواكر لأنه يعني ذهب باتجاه دعم التظاهرات وكان فاعل في دعم التظاهرات وتصريحاته واضحة. وهذا ممكن أن يرسل رسالة إيجابية لساحات التظاهر، ممكن أن ترضى عنه ساحات التظاهر. صدر بيان ما أعرف دقته أنه مرفوض. لا أعتقد هذا البيان دقيق، يعني دقيق جدا. لا هو دقيق لكن من الجهة اللي أصدرته ما أعرف الآن هو من يعني هو بحجم حجم هذه الجهة في الساحة ما معروف، لأن أنت ممكن أي متظاهر الآن يصدر بيان باسم تنسيقية ويدعي بأنه رافض لسين أو صاد. لا يعني لا يمكن أن نعول. أنا ورد لأنه أكو ارتياح هلا أكو ارتياح في ساحة التظاهر. أكو ارتياح لا أكو ارتياح، والجهات الرافضة أما يعني تابعة أو يعني متحالفة مع قوى سياسية رافضة لهذا الموضوع، لأن أنت تدرس المقداد الآن ساحات التظاهر مخترقة من قبل قوى سياسية ومن قبل جهات سياسية، والمتظاهرون السلميون الذين يمثلون الجانب غير المتحزب واضحة طيب. واضحة عناوينهم. جميل. الشيخ محمد البصري مرحبا بك وحياك الله ضيفي من بغداد. مرحبا بك أستاذ بغداد، وآسف للتأخير، وتحية لك ولمشاهدي قناتكم الغراء ولضيفك الكريم. حياك الله. أنا أدري بك أنت صار لك شهرين مختفي على الإعلام، فيعني وجهك ما شاء الله مورد، فمعذور أعذرك يعني. خلي أبدي وياك من بداية. صلوات على محمد وآل محمد. طيب خلي أبدي وياك بداية. عدنان الزرفي أفضل السيئين،
هل تعتقد أنه هو طوق النجاة لهذه المرحلة، على الأقل نعبر به لمرحلة انتقالية لمدة سنة؟ هاي نقطة. النقطة الأخرى، إذا هو حامل للجواز الأمريكي، شلون ممكن ينفذ خطة انسحاب القوات الأجنبية، خصوصا أكو رفض واضح عليه من حجي هادي العامري أبو حسن، وعليه رفض من يعني الفتح بشكل عام من صادقون، أيضا تصريحات واضحة، وأكو تأييد إلى من سائرون والحكمة والنصر والاتحاد الكردستاني وبعض تحالف القوى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وكرر التحية لك ولضيفك الكريم. حياتي. يعني اليوم البلد بحاجة إلى استقرار، يعني عبور مرحلة بأي شخص. عدنان الزرفي عراقي وإن كان يحمل الجواز الأمريكي، وإن كان الإشكال عليه الجواز الأمريكي، فثلاثة أرباع البرلمان ورؤساء الوزراء اللي حكموا البلد يحملون جوازات أجنبية. لكن المشكلة وين تكمن؟ تكمن في من اختار السيد الزرفي. هل هو تصرف فردي من السيد رئيس الجمهورية؟ وهذا يعد خرقا للدستور كما جاء في بيان الفتح، أم انقسمت الكتلة الأكبر بين سائرون والفتح والحكمة والنصر، واتفقوا على أن يكون السيد عدنان الزرفي هو رجل هذه المرحلة؟ أنا نزلت تغريدة، ما أدري جنابك طلعت عليها أو لا. أنا قلت يعني اليوم اختيار الزرفي مثل الهدف بالوقت الضائع بالمباراة، وما لا يكون من ضربات جزاء، قد يكون هناك فار يفند تعاد ضربة الجزاء ويخرج الزرفي خارجا، وإذا ماكو راح ننتظر الإياب، باعتبار هذه مباراة الذهاب سجلت 3 نقاط للمحور الآخر، فلذلك التصويت هو الإياب، واحتمال ما يمر بالتصويت، وإن كنا نتمنى أن يحصل توافق على أي شخصية وطنية تحاول انتشال العراق من المآزق الكثيرة التي هو فيها. أما موضوع انسحاب القوات الأمريكية، يعني أيضا ننتظر البرلمان القادم، وأعتقد راح يصير إلى ما بعد الانتخابات، أكيد هناك ستكون عوائق بوجه هذا المشروع. نعم، هناك ذكر الأستاذ باسم الشيخ ضيفي يقول أنه اتهم السيد عدنان الزرفي بالولاء لساحات التظاهر، وكان أيضا في فترة ما هو يسمى بالجوكر أيضا، فهذا ممكن أيضا يرفع أسهم السيد عدنان الزرفي بأن ساحات التظاهر تتفق عليه، فيصير ضغط جماهيري يمرر السيد الزرفي على أثرها. شنو رأيك؟ إذا هو اتهام الرجل بريء منه، خشوا في ساحات التظاهر الدعمة، إذا دعمته فهو فعلا كان جزء من ساحات التظاهر، وهذا يسلب ساحات التظاهر استقلاليتها، باعتبار الرجل أولا ينتمي لكتلة، وثانيا لديه حزب، وثالثا شغل مناصب وزارية، ورجل دولة معروف. فاليوم السيد الشيخ إذا يصفه بالتهمة، المفروض الآن يرفض من المتظاهرين، وإذا ما رفضوا فهو ثابت فعلا هو كان يدعم المتظاهرين، وقد البعض قال حتى يدعم أعمال الشغب اللي حصلت في النجف، وأهل النجف كثير تكلموا بهذا الكلام. وبالمناسبة مو بس السيد عدنان الزرفي اللي يدعم التظاهرات، أستاذ مقداد ادخل إلى خيم المعتصمين ستجد خيمة الحزب الفلاني وخيمة الحزب الفلاني وخيمة الحزب الفلاني، واللي يجي والخيمة هاي ما تريده من غير تيارة تكتب مرفوض، وإذا أجا من هاي الخيمة ذي كتبت مرفوض، ولذلك المحاصصة وصلت إلى ساحات التظاهر. لكن اليوم اللي كانوا دائما يعني يثيرون الضجة حول أي مرشح يأتي، اليوم هدوء وقد يكون راضين بهذا الأمر، وهذا ينسحب على كلام السيد الشيخ باعتبار الرجل كان جزءا من تحريك الشارع العراقي. طيب يعني هو قال أكو اتهام عليه، السيد الشيخ لم يتهم، مو تمام؟ انت قلت اكو اتهام عليه، هو لم يتهمه بالصوره مباشره، بس قال اكو كلام عليه انه كان يسمى بالجوكر. افهم هكذا، افهمك مقداد. افهم اي سمعت كلامه. اي نعم سمعت كلامه جيدا. اقول اليوم
الفيصل هي ساعة التظاهرات. نعم. إذا الرفض حالة حال القبلة وطلعت التائرات واحترقت بالشارع، معناها الرجل مو كان مع المتظاهرين، وفعلا اتهام كان عليه. أما إذا سكتت ساعة التظاهرات بل وأيدت، وهذا ضروري يعني بالضرورة أن الرجل كان جزءا من ساعة التظاهرات بل داعما قويا. نعم. طيب يعني الآن البعض يقول أن السيد عدنان الزرفي هو خيار أفضل في الوقت الحالي، خصوصا إحنا في خلاف مع التحالف الدولي للولايات المتحدة الأمريكية، والرجل جنسيته أمريكي، ممكن يفيدنا في تعميق العلاقات مع الأمريكان، خصوصا بالضربات الجوية اللي تصير، وآخرها يمكن شفت الضربات اللي حصلت في جرف الصخر، وكان اكو ضحايا حتى من الجيش والشرطة الاتحادية. فممكن اليوم احنا بهاي المرحلة فعلا نحتاج عدنان الزرفي، هكذا يقال، شنو رأيك؟ قمة معاناتنا أن لا نرتضي شخصا ميوله وطني وينتمي للعراق دون الميول إلى جهة هنا أو هناك. يعني عود ليش إلا أمريكي لو إيراني يلا العراق يمشي، هو ليش ما أجيب واحد مستقل لا مع هذا ولا مع ذاك، بل هو مع مصلحة الوطن. نعم قد يكون كلامك صحيح بالمحور الأمريكي، لكن بمحور المقاومة قد يكون أيضا هناك مشاكل، هم ما يسكتون. وتصريح الحاج الطليباوي كان واضح اليوم، ولذلك نحن نريد اليوم شخصية يرتضيها الجميع من أجل الخروج من عنق الزجاجة. يعني يجب اليوم الجميع بما فيهم السيد عدنان الزرفي أن يفكروا بمسؤوليتهم تجاه العراق، بمسؤوليتهم تجاه هذا الشعب. اليوم غير التظاهرات وغير مشكلة رئاسة الوزراء وغير القصف الأمريكي، البلد يتعرض إلى وباء كبير، إلى وباء قاتل، وإلى الآن التجهيزات والتحضيرات غير مقنعة، ولا أعتقد تصل بالمستوى المطلوب. اليوم الشعب يعيش قلق، اليوم فوق قلق كورونا احنا نجي قلق تهديد وقلق وعيد من هنا وهناك. نتمنى على الأخوة أصحاب القرار أن يجلسوا فعلا على طاولة مستديرة ويحلوا كل الخلافات، سواء كانت مع هذا المحور أو ذاك، ليقدموا المصلحة الوطنية أولا وقبل كل شيء، حتى ننهي هذا الملف. بعدين هي فترة انتقالية، هناك قانون انتخابات وهناك مفوضية وهناك انتخابات مبكرة، ومن ثم نناقش آليات إخراج الأمريكان أو تحييد دول الجوار بالتدخل بالملف العراقي. اليوم أمامنا إقرار موازنة، وزارة الصحة تشتكي من عدم وجود أموال لمكافحة مرض كورونا، هذا ما يحطوه بنظر الاعتبار. اليوم البلد داخل انذار، أنا تأخرت بسبب القوات اللي نازلة بالشارع لأجل فرض التجوال، فرض حظر التجوال يعني. ولذلك اليوم كلنا أمام هذه المسؤولية. طيب جميل، هو جاي هم 10 ملايين من الكويت من يوم صرحه وجاية لمساعدة العراق بمكافحة الكورونا. راح أرجع لك شيخ محمد. أستاذ باسم أرجع لك. هي مال 10 ملايين طبعا. شكرا شكرا لدولة الكويت، شكرا لدولة الكويت على هذه الالتفاتة. نعم. بس الموضوع مو 10 ملايين، 10 مليارات يراد لنا. أمريكا رصدت 50 مليار، فرنسا 50 مليار دولار، 10 مليارات وين أذبها؟ ما تقول لي يا أستاذ مقداد. طيب راح أرجع لك. أكو نقطة مهمة ثارة شيخ محمد، قال أكو ساحات التظاهر خيم للأحزاب، هاي خيمة الحزب الفلاني، هاي خيمة الحزب الفلاني. أنا هاي المعلومة بصراحة أول مرة أسمع بيها، يعني أو ربما أنا مو متعمق بهذا الشأن، شأن التظاهرات، بس هذا يعني أثار انتباهي. تحية للشيخ محمد البصري، لأن ما أتاح لنا الوقت أن نحييه، كان غير موجود. ما تفضل به الشيخ محمد حقيقة والله، نعم. أنت لا تستطيع أن تمنع أي كان يأتي ينصب شيخ، سواء يعني خيمة، سواء كان متحزب أو غير متحزب. كثير من القوى السياسية اعتقدت بأنها تستطيع أن تركب موجة التظاهرات، حتى يقال بأنها كانت داعمة للتظاهرات وكانت جزء من هذه الساحة وكانت جزء من هذه
الانتفاضة الشعبية، وكثير منهم موجودين ومعروفين بالطبع، لكن أكثر هذه القيم أساءت بشكل أو بآخر للتظاهرات. تظاهرات الشعبية التي انطلقت يوم 11 لم تكن وراءها جهة سياسية، كانت هنالك انتفاضة شعبية كبيرة واضحة. القوى السياسية لا سيما التي تطمح بأن يكون رئيس الوزراء يأتي من خلالها موجودة عندها خيام، ولذلك كل ما يظهر الآن اسم، يعني ما أستغرب يمكن اليوم أو بكرة تظهر صور للسيد الزرفي مضروبة كروس ومكتوبة عليها مرفوض، طبيعي جدا، لأن القوى المتضررة من ترشيح الزرفي والتي كانت تحلم بأن يكون المنصب لها أكيد ستشتغل بالضد من كل هذا، وراح تضرب الزرفي وتضرب أي واحد. أما موضوع الإجماع، يعني مع اعتزازي برأي الشيعة، يعني إحنا ليش نبحث دائما عن الإجماع الإجماع بالرضا وبالتوافق على شخصية واحدة لا يمكن مطلقا. إحنا خلنا نذهب للموالاة والمعارضة، خلينا نؤمن بأن هنالك من يعترض ويجعل من اعتراض من ساحة من البرلمان ساحة للتعبير عن اعتراضاته، ويجعل من ساحات التظاهر أيضا ساحة للتعبير عن اعتراضه. أما أن نذهب إلى البحث عن شخصية يرضى عنها سبع مراكز نفوذ قوى في الكتل الشيعية، وفد ثلاث أربع مراكز نفوذ في المكون السني، وثلاث أربع أيضا مراكز نفوذ في المكون الكردي، ويرضى أيضا عن ساحات التظاهر وخيم ساحات التظاهر وإيران وأمريكا بالتأكيد راح نظل نحلم إحنا حتى نحقق هذا، وحتى نوصل إلى شخصية مرضي عنها أو متوافق عليها. لذلك بالبداية أنا قلت لك الزرفي قد يكون أقل اعتراضا عليه من قبل القوى السياسية. يعني الشيخ أيضا أثار موضوع يقول إحنا شفنا الآن هدوء، ماكو فورة من البيانات والتصريحات الرافضة إلا عدد محدود، هذا يعني بأنه يحظى برضا الأغلبية، أغلبية القوى السياسية، أغلبية تنسيقية ساحات التظاهر، وممكن أن يمضي. أما موضوع الحكومة الانتقالية من عدمها، القوى السياسية الحالمة بأن يكمل السيد رئيس الوزراء فترته الانتقالية لحين انتهاء الدورة الانتخابية هي التي ترفض الزرفي، لأن الزرفي يأتي الآن من أجل تحقيق مطالب محددة ومهام محددة، قانون الانتخابات، المفوضية واستعداداتها اللوجستية، الدعوة للانتخابات مبكرة، حصر السلاح بيد الدولة حتى نضمن بأن الانتخابات المقبلة لن تكون جزء أيضا من المهاترات أو ساحة للتزوير من قبل القوى السياسية المتغولة التي تعتقد بأن أما أن يمضي أن تمضي كلمتها أو ينتهي الآخرون. الرفض الآخر هاي القوى التي لا تؤمن بالديمقراطية ولا تعرف بأن الديمقراطية واحدة من أهم مهامها هو القبول بالآخر، القبول بالآخر بما برأيه، أنا قد أختلف معه لكن مو بالضرورة أن أقتله لأن أنا أختلف معه، مو بالضرورة أن أفني لأن أنا أختلف معه، رأيي محترم ورأيي محترم، والفاصل بيننا هو القانون والدستور والآليات المتبعة. تكليف السيد الزرفي أعتقد أنه جاء في وقت مناسب جدا، وليس في الوقت الضائع مثل ما تفضل الشيخ في تغريدته اللي أنا قريتها طلعت عليه. الوقت المناسب التالي، أولا ضمن الآليات ضمن التوقيت الدستوري، ما تجاوزنا التوقيت الدستوري كثيرا، فضلا عن مسنود بقرار المحكمة الاتحادية الذي أرسلته للسيد رئيس الجمهورية ومنحته الصلاحية الحصرية بالتكليف، مدعوم من قوى سياسية ممكن أن تقف وراءه وتمرر تشكيل. ماكو هم سائرون حكمة ناصر وبرام صالح. لا لا أكثر يعني أكثر 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 جزء مهم من القوى السنية موجودة وداعمة. يعني هو البارحة بس محمد تميم كان موجود. محمد تميم نائب رئيس تحالف القوى. ممثلا عن نائب رئيس تحالف القوى يعني. نعم. تحالف القوى. شيخ بس شيخ محمد دي يسولف ما صوت ما سمع. وحيلة إلى شون شيخ محمد؟ أستاذ خالد يقول ايه؟ أستاذ خالد يقول وفق أثناء يعني ما تجاوز الوقت ايه؟ ما زلنا بالوقت الرسمي، وبعدين يقول المحكمة أجازت لرئيس الجمهورية أن يكلف،
وهذا خلاف المنطق باعتبار إذا لم تمضي المدة الدستورية هناك مجال للتشاور بين الكتل، أما إذا المحكمة أشارت لرئيس الجمهورية بالتكليف بحق الدستوري فإن تجاوزنا مهلة التكليف واستخدم رئيس الجمهورية الصلاحيات وفق الدستور، وهذا أعتقد كلام مخالف لكلام السيد خالد. ودي يسميني خالد باسم، باسم الشيخ. تحياتنا لك شيخ. باسم الشيخ عفوا. قرار المحكمة الاتحادية واضح بالرد على رسالة السيد رئيس الجمهورية ومنحته الصلاحية حصريا، وقبل قليل اطلعنا علي أنا وحضرتك أستاذ مقداد، والمحكمة الاتحادية قرارتها غير قابلة للنقض يعني، وهي محكمة دستورية قبل أن تكون محكمة فاصلة في القضايا الاتحادية، بالتالي من صلاحية رئيسه. لكن رئيس هذا يعني أن الوقت انتهى، الوقت انتهى البارحة الساعة 12 بالليل. أي ساعة 12 بالليل ممكن انتهى الوقت. لا التوقيتات هو يعني. إذن أنا كلامي صحيح بالوقت الضائع ساد محمد، لما نكلف السيد محمد علاوي كان مضى على الوقت أكثر من شهر، مو يوم، مو أربع، مو ست سبع ساعات، ومضى السيد محمد وذهب لتشكيل الخروقات الدستورية عندنا أستاذ مقداد وأيضا لا تقابلها عقوبات، يعني ماكو مساءلة في القانون لمن يخرق الدستور بالتوقيتات الدستورية. والسيد طارق حرب الخبير القانوني يتحدث قبل يومين يقول التوقيتات الدستورية هي توقيتات غير ملزمة في هذا، لذلك ممكن أن تتجاوزها بشكل أو بآخر. كثير من الخروقات الدستورية التي ارتكبتها الحكومة أو ارتكبها البرلمان لم تواجه بالمساءلة القانونية أو بأي عقوبة، ولذلك أصبح الدستور مهلهل بالنسبة لنا. طيب احنا نتحدث الآن عن يعني محاولة على قدر الممكن أن تمضي هذه التوقيتات الدستورية، وأن يذهب بعد ذلك السيد الزرفي لإيجاد توافقات سياسية أثناء تشكيل الحكومة. طيب جميل، خلي أنتقل إلى فاصل ثم أعود للشيخ محمد بهذا الاستفسار. أحبتي الكرام مستمرين معكم، ولكن بعد هذا الفاصل أبقوا معنا. مرة أخرى أحمد الكرام مرحبا بكم، ورحب بكم مجددا أستاذ باسم الشيخ، مرحبا بك شيخ محمد البصري، مرحبا بك شيخ محمد البصري. خلي أرجع لك بسؤال مهم جدا، أنت الآن مؤيد للسيد عدنان الزرفي أم غير مؤيد؟ خصوصا أنا أعرف أنت عندك موقف من الجوكرية وأنت وياهم حروب طاحنة بتويتر، مو تمام لو لا؟ اي طبعا، إذا جوكري ما صير ويا لو ينزل ويا نبي. أنا لا ويد جوكري ولا ويد ذيول مولانا. طيب لكن هو الرجل عنده صداقة معاه وعالية أيضا يعني مع أخواني مع ده أشوفك مداري بالتعليقات، يعني أنا مستغرب بصراحة، مستغرب من عدم هجومك عليه. لكن لا لحد الآن ما علقت، مو لكن خلي أسألك سؤال، شنو رأيك باللي ذكر البارحة الأربع؟ لا ما طاني منصب أجم عليه. شنو رأيك بالأربع خمس أسطر اللي ذكرهن البارحة الحاج جواد الطليباوي، وقال سنقلب عاليها سافلها، وهاي تصريح خطير جدا، دليل على أن فصائل الحشد غير راضية على عدنان الزرفي، شنو رأيك؟ يعني اولا هو مو بيان رسمي من حج جواد، انا عندي تحفظ عليه هذا التعليق، يعني هذا يمثل حج جواد الطليباوي، لو كان العصائب كان قالوا ختموها بالعصائب او فصائل المقاومة، وهو خطأ كبير جدا انه نستخدم لغة العنف واحنا في بلد يؤمن بالديمقراطية، علي بن نقلبها على روسنا، بس بالوقت نفسه كانت ساحات التظاهر تقلبها عالية سافلة وما حد حكى، كانوا على الركاب يومية حارق الشارع
وقاطع لخط سريع ووقف التريلات وما حد حكى، وبعدين رشح رئيس وزراء. مو هي المشكله اليوم، اذا ظلينا بمحاور القوى واستخدام القوى وكل واحد يفتل عضلاته على الثاني، اكيد الفعل ورده الفعل راح تكون متباينه. يعني اليوم نحن ناخذ المواقف الرسميه، يعني محور الممانعه او فصائل المقاومه لو كان عندهم موقف رسمي نزلوه ببيان، ما يتكلم به حج جواد اذا كان في تغريده، جزء من الراي الشخصي، ومن حقه يقول لك انا من حقي ارفض هذا الرئيس مثل ما رفضوا علاوي ومثل ما رفضوا السيد اسعد العيداني اللي كان المرشح الذي لا غبار عليه. نعم. طيب يعني الان انت عندك تحفظ على بيان حج جواد، مو تمام؟ اكيدا. نعم. انت كنت تتناقش ولا اقبل بهذه اللغه من اي طرف كانت. نعم. كان عندك موضوع السيد باسم الشيخ قال ان الوقت مناسب، وانت قلت ان هدف في الوقت الضائع، لكن حسب التوقيتات الدستوريه هو كان الوقت المناسب للتكليف. يعني لو طايف هذا الوقت ممكن احنا ايضا ندخل باشكال دستوري، مو تمام لو لا؟ يعني من الواضح في بيان الفتح انه الاختيار كان اختيار السيد برام صالح وليس اختيار الكتلة الاكبر، وهذا يدلل اما ان خرجنا عن المهلة الدستورية واستخدم صلاحيات السيد برام صالح، او فعلا ضرب الكرة عرض الجدار وقدم مرشحة. نعم. ولذلك راح تصير اشكالات على ترشيح السيد الزرفي. يعني لا تصور انه الكتل اللي على قولة اليوم تصريح تغريدة للدكتور محمد علاوي يقول سيساوم الزرفي وسيعود الى موضوع المحاصصة حتى يمرر. اذن المشكلة مو سهلة. اذا حتى لو المشكلة مو سهلة، بس اليوم يعني هذه احنا من 2003 الى الان او 2005 نقول خلاص هذا الموضوع صار عرف انه لازم يصير الموضوع استحقاق انتخابي وتوازن، او البعض يسميها محاصصه، مو تمام لولا؟ فاذا هو ما راح يقعد ويا القوى مثل ما قال الاستاذ باسم اي لكن ويتفاهم وياهم ما يمرر، وراح نرجع لنفس المشكله ونظل يعني توني نشوف صوره برهم صالح خلال سنه كلف عبد المهدي، ورجع كلف علاوي، ورجع كلف عدنان الزرفي، يجوز الشهر الجاي يرجع يكلف مصطفى الكاظمي، يجوز الشهر الوراء يرجع يكلف علي الشكري، وهيك احنا نظل لين تصير 2022 لو نروح بالكورونا. بس ننتظر اجابه. مو استاذ محمد؟ استاذ مقداد انا بس اجابه من السيد برهم صالح. ايه اكيد، بس هي اشكاليه على برهم صالح. أي. لماذا رفض تكليف السيد اسعد العيداني وهو لا يحق له الرفض؟ ليس من صلاحيه الرفض. هذا الامر شو يدلل؟ يدلل ان الرجل متفق مع جهه ما على ترشيح شخصيه ما وتعطيه كل الشخصيات اللي تجي. اليوم بكل سلاسة كلف السيد عدنان الزرفي، بينما كان مطروح السيد محمد الشياع السوداني، وكان مطروح نعيم السهيل. بهالبساطة يخرج السيد عدنان الزرفي من عنق الزجاجة ليكون رئيس وزراء؟ الأمر شوية بيريبه أستاذ مقداد. يعني احنا لو نصفن اليوم انت تسولف وين، واذا يجي لك واحد ما تعرف منين راح يخلونه رئيس وزراء. اسم السيد الزرفي ما انطرق ولا كان منافسا في بداية التظاهرات. نعم وضعوا خمس شخصيات من ضمنها الزرفي، لكنه اليوم السيد عدنان يعني كأنه مفاجأة، كأنه ما حد كان متوقع ان يمر. اضافة الى هناك مفاجأة ثانية، اذا شفت صور التكليف راح تلقي كل الكتل موجوده ومبتسمه،
مثلا موجودة السيدة عالية صيف من دولة القانون مستقلة، موجود من زائرون، موجود من الفتح، موجود من النصر، يعني موجودين كثر يمثلون عدة أطياف. الأخبار يقول دولة القانون داعم، أخبار تقول مو داعم، ننتظر يعني ننتظر أن يعني أن يعني أن ينقشع الضباب عن حالة التكليف هذه. عسى ولعل يتفقوا فنذهب إلى حكومة وتقر لنا موازنة ويمشي الحال حتى ما تموت بالغربة. طيب حتى لو أشو حتى تمكيف قاعد بعمه شلك بالعراق يا معود؟ ليش؟ لا بالعكس بالعكس، احنا نتمنى تتشكل حكومة ونستقر يا معود. مو تمام؟ اشترجع راح يجيك الصيف. أيه. من 8 للـ6 العصر الذبان مشتغلك، ومن 6 للصبح البقي يشتغلك، شو تسوي جاي؟ اصدق خليك بعمار احسن. اصدق بالله شيخ محمد، عندي الشرجي مال تموز مال بصرة زين يسوى كل العالم، تدرين ولا كل بلدان العالم، اقسم بالله. الله الله، هذا دلالة عن أصلك وارتباطك بوطنك ومدينتك. يسلمك، راح أرجع لك. طبعا حضور الكتل الممثلين عن الكتل السياسية، يعني سيد حسن فدعم ممثل تيار الحكمة قال هذا الحضور بروتوكولي، يعني مو شرط أنا أمثل تيار الحكمة، أنا حاضر زين بس يعني حضرت أنا فرد بس مو أمثل تيار الحكمة. بنفس الوقت سيدة عالية صيف ربما هي مستقلة داخل دولة القانون، السيد حنين القدوس، سائرون احنا نعرف توجه سائرون، يعني السيد اعتقد محمد الغزي حاضر، اخونا النائب علاء الرباعي ايضا حاضر، وبعض النواب ايضا عن سائرون، واحنا نعرف انهم هم داعمين للسيد عدنان الزرفي رغم اكو خلاف سابق طبعا بيناتهم، لكن شنو لجماعهم ما اعرف. فالحضور هذا هل هو يدل على دعم الكتل السياسية ام لا؟ يعني اولا هو حفل التكليف مو حفلة عرس مثلا حتى يحضروها المعازيب ويقدمون التهاني، لابد أن تكون الكتل يعني حاضرة بممثليها سواء كان سين أو صاد، وهذا دليل واضح على هذا. أو الاحتمال الآخر أن هؤلاء النواب غير ملتزمين بقرارات كتلهم، وممكن أن يحضرون ويدعمون الزرفي، وهنوا الزرفي بالتأكيد واحد مآل وتسامروا معه وتبادلوا الأحاديث والتهاني بعد الحفل. الفيصل والقرار الصعب هو داخل قوة البرلمان. خل أقول لك شيء أستاذ، كثير من القوى السياسية الموجودة الآن لا تريد لأي رئيس وزراء أن يمضي، سواء كان الزرفي أو الكاظمي أو العيداني. ليش؟ للسبب التالي، حتى لا تخسر منافعها ومكاسبها اللي حصلت عليها بحكومة السيد عادل عبد الملك. الآن أفضل وقت للقوى السياسية مستمرة بحكومة تصريف أعمال، وهذه الوزارات تشتغل أيضا بالميزانيات والعقود والسمسرة عليها مستمرة، ما حد خسر. وبالتالي ممكن إذا أجى رئيس وزراء جديد تخسر هاي القوى وزراءها، وراح تجي شخصيات أخرى وربما يفرض في بعضها شخصيات مستقلة، معناتها خسارة للمنافع. هذا عملية التسويف، وانت قبل شوية ملاحظتك مهمة انه خلال سنة السيد برهم صالح كلف 3 وممكن نكلف 4 أو 5، هذا ما دام ماكو حساب. اريد نفتهم منو اللي قصته خير على العراق؟ ما دام ماكو حساب ماكو خوف وخشية من القوى السياسية، لا من ساحات التظاهر ولا من الشعب العراقي ولا من القانون ولا من الدستور والنكوث باليمين الدستورية على جماعتنا، يعني زلاطة بسهولة، مو قضية كبيرة. لأن القوى السياسية لا تدرك مسؤوليتها وواجباتها أمام 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 ضميرها أولا، وأمام الناخبين اللي قدموها لهذه الآن. أسهل منها أن يبقى السيد الزرفي. من حق برهم صالح يرفض السيد العيداني؟ وليش رفضه برأيك؟ يعني أعتقد كان في حينها الشارع ملتهب جدا، والشارع رافض العيداني، والشارع رافض ورافض بقوة، وكان اكو اجماع على الرفض. ملاحظة الشيخ بأن الآن هذا الهدوء اللي يستقبل به تكليف السيد الزرفي أكيد رسالة، هذا رسالة واضحة بأن كثير من القوى السياسية كثير من تنسيقها. الشارع إلى تأثير واضح يعني؟ بالتأكيد
يعني مهما ممكن يغير بالمعادله، مهما تتغول مهما تتغول القوى السياسيه مهما تتغول لا تستطيع ان تتجاهل ضغط الشارع. يعني تجاهلته محمد توفيق علام؟ لا ما اعتقد كان هنالك، كان هنالك لا لا احنا قبل قليل تحدثنا عن اكو خيم، وجود خيم في ساحات التظاهر. طيب. هذه الخيم تابعه لقوى سياسيه، قوى سياسيه كانت طامحه للتكليف. السيد علاوي لم يرفض من الشارع استاذ باسم. نعم لم يرفض من الشارع، انا واثق. طيب انا واثق. كمل فكرتك على مدى ارجع الشارع. نعم من الكرد والاخوه السنه. طيب العلاوي رفضت القوى السياسيه. علاوي لان ما 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 انصاع واذعن لمتطلبات أحسنت. القوى السياسيه المحاصصاتيه وجه بهذا الشكل، والا كان وهذا مطلب الشارع المفروض. وهذا هذا مطلب الشارع بالتاكيد، واي رئيس وزراء ياتي حتى السيد الزرفي اذا ما ذهب الى المحاصصه واستنساخ التجارب السابقه. طيب. سيكون مرفوض بالتاكيد. طيب شيخ محمد خلي ارجع لك، يعني عندي دقيقتين لازم اختم راح ارجع لك بيها. السؤال اهم، الشارع ممكن ياثر، ياثر ضغط الشارع ممكن يغير بالمعادله، هاي نقطه. النقطه الثانيه قلت السنه والكرد هم اللي كانوا معارضين محمد توفيق علاوي، معقوله السنه والكرد هيك اقوياء بحيث يمنعون تشكيل حكومه؟ تفضل. اي شارع استاذ مقداد؟ تظاهرات. اذا تعني التظاهرات فالتظاهرات ليست الشارع. ليه؟ التظاهرات جزء من الشارع. المحور المقاومة يوجد شارع، للمرجعية يوجد شارع، للأحزاب يوجد شارع. يعني مثل ما طلعوا الجماعة تظاهرات وما هم يطلعون تظاهرات، فالشارع مقسم. ما نقدر نقول، تقول لي ساحات الاعتصام متظاهر واحنا اتفقنا على هي مهنجدة يعني حالة حال المحاصصة السياسية، فأكيدا أثر على اثنين ثلاثة، واليوم يسكت قد يأثر، لكن الحجر الزاوية هي الكتل السياسية. ما لم ترضى الكتل السياسية ويلبي طموحها وتتفق، الكرد يريدون موازنة ويريدون كركوك ويريدون النفط اليومي ما نتحاسب عليه، والأخوة السنة يريدون وزاراتهم ويريدون وزارات سيادية ويريدون إطلاق سراح إرهابيين ومعتقلين ويريدون مغيبين، هذا مطلب. الأخوة الشيعة في محور الممانعة يريدون من يحاسب أمريكا على دم أبو مهدي المهندس، الشهيد أبو مهدي المهندس، وعن شهداء الحشد وعن شهداء الجيش العراقي وعن اختراق السيادة العراقية من القوات الأمريكية. من يلبي هذه المطالب سيكون مرضي، أما الشارع مسكوت عن في اختيار السيد رئيس الوزراء. سيطلعون البارحة مثلا في الناصرية جابوا لهم عادل الدخيلي ورجعوه، طلعوا حرقوا لهم تايرين، صار بقى عادل الدخيلي محافظ. ليش؟ لأنه الرجل قدم استقالة والسيد عادل عبد المهدي رده والمحكمة قالت يرجع محافظ. لذلك اليوم الشارع كان سابقا قبل انسحاب سيد مقتدى والتيار الصدري كان قوي، كان يؤثر في القرار. ما بقي في الساحات لا يؤثر على القرار السياسي بقدر ما يستأنسون برأيه. ها شكرا الشيخ محمد البصري الخبير في شؤون الحشد الشعبي، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي من بغداد. حبيبي. شكرا جزيلا لك، بس هاي مال يستأنسون بي يعني ما اعرف. والسيد مقتدى شكرا ايضا لك. ما اعتقد انسحب من الساحات، لا زال موجود ولا زال مؤثر ولا زال يسيطر، هذا رأيي. شكرا استاذ باسم الشيخ رئيس. نحكي على شارع يعني كتظاهرات اما موجود. نعم الاستاذ باسم الشيخ رئيس تحرير جبهة الدستور، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لكم احبتي على حسن المتابعه، نشوفكم ان شاء الله باكر، في امان الله.